احنا رحنا على المدرسة بالعيد، اجينا ولا صرنا نلعب بالزحليطة، كتير كتير استمتعنا، لعبنا انا ورفقاتي وانبسطنا كتير، وان شاء الله العيد الجاي كمان هيك يصير، لاني كتير انبسطنا وفرحنا كمان. التعاون والتنسيق بين احدى المنظمات العامله في الشمال السوري مع اداره مدرسه احدى المدارس، قمنا بتنظيم هذا الكرنفال من اجل رسم الابتسامه على وجوه الاطفال بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك. وهذه الانشطه تهدف الى رفع الحاله المعنويه للطلاب وخصوصا الطلاب المهجرين والنازحين. نامل من الله سبحانه وتعالى ان تستمر مثل هذه الانشطه لبناء هذا الجيل ورسم الابتسامه على وجوههم.